قلب الرئيس ترامب طاولة السياسة الخارجية الأمريكية خلال عطلة نهاية السنة. قال وزير الدفاع جيم ماتس أعلن انسحاب من سوريا وأعلن نية خفض الوجود العسكري في أفغانستان من 14,000 إلى 7,000. القرار السوري لا شك يعزز يعني وضع النظام في سوريا، يعتبر انتصار أيضا لإيران وروسيا، يضع العلاقات التركية الكردية على المحك والعلاقات الكردية مع النظام السوري، قد يكون هناك مفاوضات وتقدم في هذا المجال. فاجأ أيضا الرئيس ترامب مستشاريه بالقول في اليومين الماضيين أنه لا يهمه ماذا تفعل إيران في سوريا فليصطفلوا نوعا ما. إذن يعني تقلبات سريعة في الملف السوري. في الملف الأفغاني أيضا نية تخفيض كبير من 14 إلى 7,000. لم يتم بداية هذا الانسحاب حتى الآن، ولكن أيضا قد يقلب الأوراق في أفغانستان في هذا العام القادم، علما أن الولايات المتحدة تحاول أن تتفاوض مع الطالبان في الوقت نفسه، ولكن هذه المفاوضات لا ترى تقدما ملحوظا. إذن بداية ربما مفاجئة للسنة الجديدة، ولكن مع الرئيس ترامب ربما لا يوجد مفاجآت.